الشاب اللي قدامكم ده اسمه أندريه ديجل، بيقرر يخرج مع أصحابه. هناك بيقابل بنت مجهولة الهوية، بتقرب منه، بيتكلموا مع بعض وبتطلب منه يوصلها لبيتها. أندريه بيقبل ويوصل البنت لبيتها، ومن بعدها بيختفي تماما. تحقيق الشرطة بتاعنا بيوصل لطريق مسدود، وهنا الأهل بيقرروا يستعينوا بوسيطة روحانية. وسيطة روحانية بتديهم عنوان معين وتوقيت معين، بتقول لهم روحوا دلوقتي، لو ما وصلتوش للمكان ده بأقصى سرعة ابنكم هيتقتل. هي ترى هيلاقوا ابنهم هناك فعلا؟ هل هيقدروا ينقذوه؟ ولا الوسيطة الروحانية بعتتهم في جولة لمطاردة الأشباح وكل ده مش حقيقي؟ السلام عليكم وأهلا بكم في قضية جديدة، وحشتوني جدا، بحبكم كلكم. القضية دي هي تاني قضية في سلسلة قضايا أتم حلها عن طريق وسطاء روحانيين، أو ساعد في حلها وسطاء روحانيين بمعنى صح. القضية جد شدتني جدا. بس كده ما تنسوش تشتركوا في قناة الواتساب، أولا أنا بنزل القضية هناك بدري جدا، ثانيا أرقامكم ما بتظهرش، ثالثا أي حاجة عليها كوبي رايت أنا بنزلها هناك. يعني مثلا كل التخيلات اللي هتتخيلها الوسيطة الروحانية في القضية دي أنا ما أقدرش أحطها هنا، فبالتالي هنزلها في القناة هناك. بس كده أحبكم كلكم، شكرا جدا لكل حد بيدعمني، شكرا لكل حد بيعمل لايك من قبل حتى ما يتفرج. مش عايزة أطول عليكم كتير، وخلونا نبدأ في قضيتنا النهاردة. يلا بينا، بسم الله. في أوائل التسعينات في نيو أورلينز، بتيجي مكالمة 911 للشرطة من أم مرعوبة جدا، بتقول إن ابنها اختفى ومش قادرة تلاقيه. على طول هنا بيقدموا بلاغ شخص مفقود، وفي محقق بيروح لبيت العيلة، العيلة اللي بتكون عيلة متماسكة ومعروفة جدا. الأم هنا بتقول له ابني أندريه ديجل اللي عمره 27 سنة، وهو الأخ الأصغر لست إخوات، بتقول إنه خرج مع صديقه هناك امبارح، والاثنين سهروا مع بعض المفروض، وبعدها مشي وسابه، بس لا رجع للبيت ولا شفناه من وقتها. كمان معروف ان أندريه شخص لطيف جدا، هادي، ما بيعملش اي مشاكل، عمره ما غاب عن شغله، واليوم ده هو اول يوم أندريه غيب فيه عن الشغل بتاعه. الام بتكون في قمة القلق، وواثقة ان في حاجة كبيرة جدا حصلت لابنها. العيلة دي بتكون متماسكة ومعروفة جدا، حتى الشرطة عارفاهم، وعشان كده هو على طول بيقرر انه يبدأ التحقيق في القضية. المحقق اللي بيمسك القضية دي بيكون اسمه جيم جالجر. جيم ما بيضيعش أي وقت، بالرغم من إن أندريه شخص بالغ، وأنا عرفتكم السبب. بيروح على طول لصديقه نيك شيلي، بيقوله عرفني إيه اللي حصل امبارح. بيقوله إحنا خرجنا سوا، رحنا البار فيه صالة بلياردو، قعدنا نلعب بلياردو كتير. فجأة كده أندريه قال لي هروح أجيب بعض المشروبات وأرجع تاني. بيقول أندريه أخر، رحت أبص عليه لقيته واقف مع بنت. البنت دي أنا ما أعرفهاش، بس كان واضح ان في زي انجذاب ما بينهم، فانا سبته براحته لان أندريه شخص اعزب، قلت ممكن يكونوا يعني انجذبوا لبعض وهيخشوا في علاقه مع بعض، سبته ياخد راحته. بيقول قعدنا فتره طويله كده لحد ما خلاص انا وهو قررنا نمشي. جينا نمشي، واحنا طالعين البنت جت من ورانا ونادت على أندريه وقالت له ممكن توصلني للبيت. هنا أندريه بيبص لنيك بعينيه اللي هو يعني ممكن اسيبك يعني واوصلها، بيقول بفهمه من نظراته وخلاص بقول اوكي يعني وبسيبه. بيقول ان بعد كده بياخد البنت دي بتركب عربيته، والاتنين بيتحركوا بالعربية، وبيقول ان دي اخر مرة شاف فيها نيك، ونفس الكلام عيلته اخر مرة شافوه فيها لما خرج يروح للبار. هنا المحقق بيحس ان مفيش حاجة غريبة، البنت ما اخدتوش غصبا عنه، هو شخص اعزب، ممكن جدا يكون عمل علاقة مع البنت، قعد معاها في البيت الوقت اخر، معرفش اهله، فمفيش اي مشكلة في الموضوع. بس بيعدي يومين ومفيش اي اثر لأندريه. هنا المحقق بيحس ان في حاجه غلط، ليه يقعد يومين ما يتواصلش مع اهله؟ ممكن جدا تكون البنت دي استدرجته لسبب ما او لمكان ما. وعلى طول هنا بيروح لصاله البلياردو وبيقضي ساعات يسال في الناس هل شفتوا شخص اسمه أندريه تعرفوه، بيوريلهم صورته، هل شفتوه قاعد مع بنت، البنت اللي كانت قاعده معاها هل تعرفوها، وهكذا. محدش بيقدر يفتكر ما عدا واحدة بس. هو بيقضي ساعات في البار، هالشيفت بيتغير، فالبنت اللي بتيجي تشتغل على البار في الشيفت التاني ذاكرتها بتكون قوية قوي، وبتقول له ايوه انا شفته وشفته مع البنت،
المحقق كان بيقول لها طب لو شفت البنت دي مره تانية تقدري تعرفيها؟ قالت له اقدر اعرفها، بس المشكله ان البنت دي مواصفاتها كانت عاديه جدا، يعني مواصفاتها زي بنات كتير قوي، مستحيل ان احنا مثلا نرسم سكتش، خصوصا ان الكل ما ركزش معاها بشكل قوي. هنا اداها الكارت بتاعه، قال لها في اي لحظه البنت دي تيجي للبار على طول اتصلي بيا وانا هكون عندك، وبيمشي من البار. هنا بيبدا يدور على عربيه اندريه، كمان بيكونوا فريق بحث كبير جدا وبيبداوا يدوروا عليه. عايز اقول لكم البلد كلها بتكون بتدور على اندريه، الاهل بيحطوا ملصقات وبوسترز بصوره في كل مكان، بيخبطوا باب باب وبيسالوا على ابنهم. بس الوقت بيعدي، عدى اكتر من 3 ايام واندريه مختفي، وهنا الاهل بيبداوا يعني يفقدوا صبرهم وبيحسوا ان احتمال كبير جدا هم هيلاقوا اندريه جثه، وهم مش عايزين حاجه زي كده. كمان تحقيق الشرطه واضح جدا انه وصل لطريق مسدود، ده بيعملوش حاجه مفيده بالنسبه لهم. الاهل هنا بيقرروا يتواصلوا مع وسيطه روحانيه. المحقق جيم مجرد ما بيسمع الموضوع بيبدا ينصح الاهل ما يعملوش كده، هو شايف ان دول اشخاص محتالين كذابين بينصبوا على الناس وبياخدوا فلوس. قال لهم انتوا كده هتعطلوا التحقيق اللي هو اصلا شبه وصل لطريق مسدود، وهيتم توجيهكم في اتجاه خاطئ وطريق خاطئ، وده هيعطل التحقيق اكتر. بس الاهل بيصروا. الاهل بيتواصلوا مع وسيطه روحانيه اسمها روز ماري، بيتضح انها ساعدت الشرطه والاف بي اي في حل اصعب القضايا، كمان بقى لها 30 سنه بتشتغل مع الاف بي اي، فبيثقوا فيها. بيعملوا ايه بقى؟ بيبعتوا لها خريطه محددين فيها مكان البار، وبيبعتوا لها كمان صوره لاندريه. روز ماري بتقول ان هي مجرد ما بتمسك الصوره بتبدا تحس بمشاعر الشخص اللي موجود فيها، الم، رعب، خوف، صدمه، اي حاجه. قالت انها بمجرد ما مسكت صوره اندريه بدات تحس برعب، بخوف، بانها بتتخنق، بان في تماسيح، في ميه، في صندوق، وفي شخص بيدق مسامير وبيقفل الصندوق ده على شخص ما. كمان بدات تحس زي ما تكون بتغرق او ان في حاجه بتخنقها، ما كانتش قادره تتنفس، بدات تحس ان في خطر كبير، كان هي خايفه من حاجه بشكل كبير جدا. وهنا بدات تشك ان اندريه ديجل مازال عايش بس في خطر كبير قوي. ونيجي هنا لوقت الخريطه، مجرد ما تحطي ايدها على المكان في الخريطه بتبدا تشوف نفس الحاجات اللي شفتها قبل كده، بتحس نفس الاحاسيس، بس هنا بتشوف عربيه بتتحرك، وكمان بتبدا تشوف يافطه مكتوب عليها سلايدل، واسم سلايدل بيبدا يتكرر كتير جدا في ودنها، بتبدا تسمعه كتير على طول. هنا هي بتنهي الجلسه، بتتصل باهله وباخواته وبتقول لهم اندريه ليه علاقه بمدينه سلايدل؟ يعرف اي حد هناك؟ قالوا لها لا. قالت لهم دلوقتي حالا وبسرعه تركبوا عربيتكم وتروحوا لمدينه سلايدل، اندريه في خطر شديد، لازم تلحقوه. هنا على طول هم بيركبوا العربيه، بس هم مش عارفين هم رايحين فين، بيفضلوا يسوقوا لساعات وبيوصلوا لمدينه سلايدل. وبمجرد ما بيعدوا اليافطه بتاعتها في عربيه سودا بتعدي من جنبيهم، والاخين بياخدوا بالهم ان العربيه دي مش غريبه عليهم، العربيه دي شبه عربيه اخوهم، نفس اللون، نفس الموديل، نفس كل حاجه، بس ايه الاحتماليه ان عربيه اخوهم تكون هنا؟ بيفضلوا يمشوا وراها، بعدين بيشوفوا ارقام لوحه السياره، والعربيه فعلا بتكون عربيه اخوهم اندري ديجل. بيفضلوا يمشوا جنب العربيه وبيشوفوا ان في راجلين سايقين العربيه وان اخوهم مش واحد منهم. هنا على طول بيبداوا يطردوا العربيه، كمان بيتصلوا بالشرطه بيبلغوهم ان هم بيطردوا عربيتهم المسروقه، ففعلا في عربيه شرطه بتطلع وراهم، واول ما الاثنين بيشوفوا الشرطه بتبدا مطارده قويه جدا. بيفضلوا يطردوا بعض الساعات لحد ما الاثنين دول بيشوفوا طريق جانبي، فبيفكروا ان هم كده هيقدروا يهربوا منه، بيتصدموا ان الطريق مسدود، وفي اللحظة دي بينزلوا بيتم إلقاء القبض عليهم، خدوا بالكم، بسبب تهمة سرقة السيارة فقط لغير. وبنعرف هنا إن هما اسمهم تشارلز جيفري ومايكل فيليبس. لحد اللحظة دي المحقق جيم ما يعرفش أي حاجة، ما يعرفش إن سرقة العربية دي لها علاقة نهائي بقضية أندريه ديجل. إزاي هي عرفت إن العربية هتكون هناك وودتهم هناك؟ هما نفسهم ما كانوش مصدقين اللي حصل. طبعا الاخين بيتواصلوا مع المحقق جيم، بيحكوا كل اللي حصل، بيعرفوه ان الوسيطه هي اللي بعتتهم. المحقق ما بيصدقش الكلام ده، ما بيقدرش يقتنع ابدا ان الوسيطه الروحانيه قدرت تبعتهم هناك في المكان والزمان المناسبين بالظبط عشان يلاقوا العربيه. بس في كل الاحوال بيحقق مع الاثنين، لان عربيه اندريه كانت معاهم، بيحقق معاهم بسبب سرقه العربيه، وكمان بيسالهم عن اندريه، بيقولوا انهم ما يعرفوش اي حاجه عنه، وان هم سرقوا العربيه لا اكتر ولا اقل،
هنا خلاص بيطلع يعني أمر تفتيش لبيتهم، بيفتشوا البيت بطريقة فوق ما تتخيل، مفيش مكان ما بيدوروش فيه، مفيش نقطة دم، مفيش أي أثر لاعتداء لضرب صراع حصل في البيت، بيت طبيعي ومترتب وهادي جدا. كمان عربية أندري ولا فيها نقطة دم ولا فيها مثلا أي حاجة تبين إن في حد حاول يسرقها منه بالإجبار، العربية سليمة تماما. وهنا المحقق جيم بيبدأ يفكر إن احتمال كبير جدا الفاعل الحقيقي ساب العربية في مكان ما، والاتنين الأغبياء دول لقوها متسابة ومفتوحة فأخدوها وسرقوها. بس في كل الأحوال هو بيقبض عليهم بسبب تهمة سرقة السيارة وبيسجن الاتنين. هنا محقق جيم بيشوف إن الحل الوحيد اللي قدامه إنه يطلب مساعدة الناس، وفعلا بيطلع شبه في مؤتمر صحفي وبيطلب من الناس إن أي حد يعرف أي معلومة عن المرأة الغامضة اللي كانت معاه، بيدي بعض المواصفات البسيطة مع الأسف، وفي نفس الوقت بيقول أي حد يعرف أي حاجة عن أندري أو عن السيدة دي يتواصل بسرعة جدا. على طول بيجي اتصال للمحقق من مين بقى؟ من موظفة البار اللي قالت إنها شافت البنت، بتقول تعالى بسرعة البنت موجودة هنا. المحقق جيم بيجري يروح لهناك، وهنا بتشاور له على بنت، لما بيبص عليها بيشوف ان البنت بريئه جدا، مش دي خالص الشخصيه اللي هو توقعها. كمان كلام الوسيطه الروحانيه كانت بتقول ان هي شايفه شكل امراه شريره مش بالبراءه دي، من حسه المهني حس ان مش هي خالص اللي ارتكبت الجريمه ولا هي خالص اللي اخذت اندري. بس البنت بتقول له انا شبه متاكده هي دي. بيتحرك وبيروح لهناك وبيبدا يتكلم معاها وبيسالها عن اندري، وبتبدا تحلف انها ما تعرفوش، لا تعرف أندري ولا تعرف كل اللي هو بيقوله ده، ولا كانت موجودة في البار أصلا اليوم ده. بعد تحية طويل جدا بتديله كل بياناتها وبتديله حجة غيابها وبيروح يتأكد منها فعلا، وفي النهاية ما بتطلعش هي، وبيطلع مجرد إن موظفة البار غلطت في الشكل مش أكتر. محقق جيم هنا بيحس خلاص بشبة الأمل، مفيش في إيده حاجة يعملها، بيقعد يفكر أعمل إيه عشان أساعد العيلة دي، أعمل إيه عشان أرجع أندري سواء كان عايش أو ميت. ما كانش عارف يعمل حاجة، وهنا بيبدأ يمسك ملف القضية ويراجع من البداية، بيشوف إن هما ما وصلوش لأي حاجة في القضية دي غير العربية، وصلوا للعربية عن طريق الوسيطة الروحانية. وهنا بيفكر إنه يشيل العند اللي في دماغه وخلاص بقى، خلاص لو ما ساعدتنيش مش هتضرني. وهنا بيتواصل مع روز ماري وبيتعرف عليها وبيروح ياخدها وبيوديها للبار. روز ماري بتقول له أنا ما عنديش مشكلة ساعدك عادي جدا، والمكان اللي انت جبتيني فيه ده هو اقوى طريقه انا اقدر اتواصل بيها. بتدخل جوه وبتبدا تمسك كرات البلياردو كره كره وبتفضل تعديهم، بتقول لو انا بقيت في المكان اللي كان فيه الشخص او لمست حاجه هو لمسها قبل كده بحس بيه بقوه اكبر. ولما بتوصل للكره رقم 7 روز ماري بتبدا تحس باندري، بس المره دي روز ماري بتقول ان في تماسيح، في بحر، في صندوق، في مية، شخص بيقول أنا مش قادر أتنفس، بتقول إن في رقم 7 عمال يظهر كتير جدا قدامها، عمال يتكرر بطريقة غريبة، بتقول إن في رجلين وفي ست معاهم، الست ما شاركتش في اللي بيحصل، بتقول إن هي شايفة إن الشخص اللي كان بيحاول يخرج من الصندوق ما بقاش يحاول يخرج منه، بتقول إن مقنعنا كلامي ده إن أندري مات، بتقول كمان إن هي شايفة جسر وشايفة خط سكة حديد، وبدأت توصف كل المكان بأدق التفاصيل اللي المفروض إن جثة أندري موجودة في صندوق في المكان ده حاليا. المحقق هنا بيبقى هيجنن، بيقول لها طب إيه لازمة رقم 7؟ راحت قالت له معرفش، بس الرقم ده هيكون مهم جدا في القضية بتاعتك، دور على رقم 7. في الوقت ده هو بيبدأ يقول لها أنت متأكدة من شفتي؟ قالت له أندري في 2 رجالة قتلوه، حطوه في صندوق، قفلوا الصندوق عليه، بعدين أخدوا المكان في مية زي ما وصفت لك. البنت ساعدتهم بس البنت ما شاركتش في الجريمة نفسها أو في القتل نفسه، البنت استدرجت أندري لا أكتر ولا أقل. المحقق هنا مجرد ما بيسمع اسم 2 بيفكر مفيش 2 عندنا في القضية دي غير الاتنين اللي لقينا معاهم العربية، تشارلز ومايكل. على طول هنا بيرجع لهناك وبيبدأ يراجع كل حاجة، وهنا بيشوف إن هو غلط غلطة كبيرة قوي. هو فتش بيت الاثنين دول، بس هو فتش البيت الغلط. الجيران اللي هناك لما الشرطة حققت معهم قالوا ان هما ما يعرفوهمش، ولو كانوا جم نقلوا هنا فهم نقلوا من وقت قريب جدا، بس بيعرفوا ان في بيت تاني او شقة اتطردوا منها من فترة قريبة جدا، والشقة دي كانت الشقة رقم 7. المحقق بيروح هناك على طول وبيطلب من صاحبة البيت انها تدخله للبيت، وهو نفسه مجرد ما بتفتح له الشقة رقم 7 بيتصدم. يدخل للبيت وفي الأول ما بيكونش فيه أي حاجة،
لما بيخش جوه شوية في غرفة المعيشة بيكون في سجادة مفلوشة، السجادة عليها بقع دم كبيرة جدا. على طول طبعا بيقصوا القطعة بتاعت السجادة اللي عليها الدم وبيأخدوها ويودوها للتحليل، مع الأسف بيتم التأكيد إن ده دم أندري ديجل. الفكرة هنا إيه الدافع؟ ليه يقتلوه؟ هو ما كانش معاه فلوس كتير مثلا فعايزين يسرقوه، والعربية واضح جدا إن هما استخدموها أصلا في التخلص من الجثة، وممكن جدا لما الإخوات شافوهم هما كانوا لسه رامين جثة أخوهم، وفعلا هو في الوقت ده كان في قمة الخطر لأن في الوقت ده خلاص كان بيموت. المهم المحقق هنا بيقرر إنه خلاص يدخل يواجههم بدليل الدم الجديد، والغريب إن تشارلز ومايكل على طول بيعترفوا، بيقولوا أيوة إحنا جبناه قتلناه وضربناه وحطيناه في صندوق وقفلنا الصندوق عليه، وبعد كده أخدنا الجثة ورميناها في مكان مستنقع. المحقق هنا بيتصدم لأن تقريبا ده نفس وصف روزماري. على طول هنا بيطلب منهم ياخدوه يوروه مكان الجثة، بيقبلوا مفيش أي مشكلة، بيروحوا لهناك وبيوروله الجثة، وهو أول ما بيوصل للمكان بيتصدم، بيبقوا سايقين بالعربية وفجأة بيكون في يافطة كبيرة جدا مكتوب عليها رقم 7. مجرد ما بيوصلوا لها هنا مايكل بيقول لهم وقفوا، ينزلوا ويخشوا ناحية مستنقع. المستنقع ده فيه جسر عنده، فيه سكة حديد عنده، فيه تماسيح، فيه كل حاجة وصفتها لنا روز ماري من غير ما تشوفها، ويلاقوا صندوق فيه جثة أندري. المحقق بصراحة يعني ما بيكونش مصدق، أنا شخصيا مستغربة يعني إزاي عملت كل ده. كمان في رقمين 7 في القضية بتاعتنا، الشقة رقم 7 واليافطة رقم 7 في مكان رمي الجثة، يعني دول أهم حاجة في قضيتنا، المكان اللي لقينا فيه الدليل والمكان اللي لقينا فيه الجثة. كان عندها حق فعلا، الرقم ده مهم جدا في قضية أو جريمة قتل أندري ديجل. السؤال هنا، مين هي المرأة الغامضة اللي استدرجته وأخدته من البر؟ المحقق جيم ما بيتعبش كتير عشان يجاوب على السؤال ده، هو مجرد ما بيسأل تشارلز ومايكل بيبقوها بسهولة جدا، بيقولوا إن هي بنت اسمها سيلما هور، وعادي جدا بيدوهم العنوان والمكان وبيتم إلقاء القبض على سيلما هور. والفكرة هنا إيه الدافع اللي خلى الثلاثة دول يتلموا على أندري ديجل اللي ما يعرفوهوش أصلا ويقتلوه؟ هل بس عشان العربية؟ لا، الدافع أغبى بكتير، أغبى مما ممكن أي حد يتخيل. مع الأسف المتخلفين دول قرروا إن هما ينضموا للمافيا، فمنهم لنفسهم أو الله أعلم المافيا اللي حابين ينضموا لها قالوا لهم إنهم لازم يعملوا كده، شافوا ان هما لازم يقتلوا شخص عشان يثبتوا لهم ان احنا نقدر نقتل، فيرضوا يعني ان هما ينضموا للمافيا. والخطه ان سلمى تروح للبار تستدرج اي شخص تاخده، ياخدوه للبيت يقتلوه، وبعد كده يحطوه في الصندوق ده. وقالوا ان هما فعلا حطوه في الصندوق وهو لسه على قيد الحياه، وكان بيحاول يخرج وبيحاول يقاوم، بس مع الاسف هما قفلوا الصندوق عليه بالمسامير وموتوه. يعني كل القرف اللي اتعمل ده، البني آدم ده حياته راحت لأنه كان في المكان الغلط في الوقت الغلط. بس فكرة إن أنا أقتل شخص عشان أنضم للمافيا، يعني ده قمة الغباء. وخدوا بالكم هو ده موجود فعلا، أنت عشان تنضم للمافيا غالبا لازم تكون عامل مصيبة أو كارثة عشان يفضلوا ماسكين حاجة عليك عشان ما تقدرش تخونهم أو تبيعهم. هل في حد من أعضاء المافيا طلب منهم يعملوا كده بالفعل؟ الله أعلم، بس لو فيه هم مش هيقدروا يتكلموا عليه. ليه بقى؟ في كل الأحوال هم هيتسجنوا، لو جابوا سيرة أي حد من المافيا هيتقتلوا في السجن. والأول مرة هنا روز ماري بتدخل التاريخ كأول وسيطة روحانية تشهد في محاكمة، بس المحقق جيم بيشوف إن شهادتها مهمة جدا وإنها يعني ساعدته وكان ليها دور كبير جدا في حل القضايا، بالرغم من إن هي نفسها قالت أنا ما بحلش قضايا، أنا زي الدليل زي أي حاجة جانبية في القضايا. المحققين هم اللي بيحققوا، هم اللي بيتعبوا، هم اللي بيحلوا القضية، أنا مجرد شخص بساعد مش أكتر على قد ما أقدر. بس روز ماري اسمها متسجل كأول وسيطة روحانية تشهد في محاكمة. هنا التلاتة بيتم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة بدون قابلية إطلاق السراح المشروط. ومع الأسف عائلة أندري في قمة الحزن عليه، خسروا ابنهم سبب تافه جدا، سبب مريض. أنا معرفش بصراحة، قولوا لي رأيكم في الكومنت، صح هل فعلا في حد بعتهم يعملوا كده، ولا هما منهم لنفسهم توقعوا ان هما لازم يعملوا كده؟ ازاي الوسيطة الروحانية قدرت تشوف كل ده؟ في ناس كتير كتبت في الفيديو اللي فات انها بتتواصل مع القرين، وفي ناس ثانية كتبت ان هو
كرامات تقريبا، انا ما فهمتش بالظبط يعني اللي قال كده يفهمني بجد، او ان هي بتكون عندها الحس السادسة وعقلها متطور اكتر بطريقه احنا مش فاهمينها عننا. انا ما اعرفش بصراحه، قولوا رايكم في الكومنتس تحت. زي ما قلت لكم كل المشاهد بتاعه التخيلات هسيبها على قناه الواتساب، وزي ما قلت رقمكم ما بيظهرش. بس كده، شكرا جدا جدا لكل حد وصل معايا لحد هنا، بحبكم كلكم. ما تنسوش تعملوا لايك، شيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم، وتابعوني على الانستجرام لو حابين تقترحوا قضايا او حابين ان احنا نتواصل مع بعض اكتر. بس كده، بحبكم كلكم، اشوفكم في قضايا جديده.